لمزيد من المتابعة ينضم لنا من باريس أحمد كيلاني مراسل الغد. إذن أحمد، ما هي طبيعة التنظيمات التي تقوم بها هذه النقابات الفرنسية اليوم؟ يعني من المفترض اليوم أن تنطلق التظاهرة من ساحة الأمة. بعض المتظاهرين بدأوا بالتجمع هنا للخروج في هذه التظاهرة التي ستنطلق بعد حوالي ساعة من الآن. هذه التظاهرة سوف تجوب العديد من الشوارع وصولا إلى ساحة الجمهورية. حتى الآن يمكن القول لم تتمكن الحكومة الفرنسية من التوصل إلى تسوية مع رؤساء النقابات الفرنسية النقابات العمالية من أجل وقف الإضراب والتظاهرات ضد مشروع القانون التقاعد الجديد. الحكومة الفرنسية تصر على تحديد السن المتوازن للتقاعد وهو سن 64 من أجل الحصول على معاش تقاعدي كامل. النقابات العمالية من جهتها تطالب بإلغاء هذا البند، بينما هناك نقابات أخرى تطالب بسحب مشروع القانون بكامله. طبعا في ظل تمسك كل طرف بموقفه، لا تزال باريس تعيش حالة من الفوضى والاختناق المروري الكامل نتيجة الإضراب الذي دخل يومه 38 على التوالي. هناك خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة هذا الإضراب، هناك حالة عدم استقرار وفوضى تعيشها النقابات الفرنسية. هذه التظاهرة اليوم تعول عليها النقابات الفرنسية من أجل زيادة الضغط على الحكومة. النقابات الفرنسية بدأت بتنظيم تظاهرتين أسبوعيا لزيادة الضغط على الحكومة الفرنسية. يوم الخميس الماضي عمت التظاهرات مختلف المدن الفرنسية، وقالت النقابات أن عدد المتظاهرين وصل إلى 800 ألف متظاهر في جميع أنحاء فرنسا. الحكومة الفرنسية ذكرت بأن عدد المتظاهرين يوم الخميس كان 450 ألف متظاهر. إذن اليوم تتجه الأنظار إلى هذه التظاهرة التي ستنطلق بعد ساعة من الآن، عسى أن تشكل ضغطا كبيرا على الحكومة للتراجع عن هذا القانون الجديد. شكرا جزيلا لك أحمد كيلاني مراسل الغد، كنت معنا من باريس على كل هذه المعلومات.